بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرة اليوم موضوعها كيف نعالج العيوب اللي بتكون موجودة في الصورة ونظهرها بطريقة أكثر نقاء وصفاء. فناخذ مثال على صورة. مثلا عندي صورة طفلة، واضح إن وجهها فيها عيوب، في نمش عندي، لون البشرة مش موحد، في تدرج في لون البشرة، مثلا الفم بده شوية تظبيط، في لأنه واضح إنه في تشوه قليل في الفم. فكيف بدنا نعالج هاي المشاكل؟ خلينا أول إشي نبدأ بإزالة النمش الموجود على الوجه. ففي عندي أداة اسمها سبوت هينينج برش تول، بنضغط عليها وبنختار المنطقة اللي أنا بدي أشيل منها الشوائب. فمثلا نبلش من هنا، بعمل كليك، لاحظوا كيف انشال النمش، كليك. ما بدي أعمل هاي الأداة، إن بعبي المنطقة اللي أنا اخترتها بعبيها باللون المحيط حوالين المنطقة. مثلا هاي نشيل النمش، ممكن انا يعني هيك على السريع امشي فيها للفرشاة. ممكن اكبر عشان اشوف الوجه بطريقة افضل، ونرجع لنفس الاداة. نشيل هاي النقاط، طبعا بحاول ابتعد عن ملامح الوجه، الخطوط المعبرة للوجه على أساس إنها ما تختفي معايا. أتوقع هيك أخفيت الحبوب الظاهرة. هلا خلينا نلاحظ، مثلا أنا عندي مثلا الفم بدي أبرزه بطريقة أفضل، ففي عندي أداة اسمها السماتش تول. السماتش تول هاي الأداة بتقوم بإعادة تحجيم، يعني بكتر من خلالها أنا أكبر أصغر، يعني مثلا اطلعوا الفم بكتر أنا أمد هيك الفم للخارج، أمد اللون للخارج، وبالتالي ببين إن أنا صار عندي تكبير للفم. وهاي بدي هيك ارسمها بشكل افضل، كنترول مع الزيت صار عندي خلل، هاي اطلعها لعالى شوي. بحيث احسن من مظهر الفم.
طيب هلا لاحظوا معي في عندي تباين في الألوان، ألوان البشرة بين الحمار والبياض، فأنا بدي أنعم، بدي أنعم البشرة، فكيف بدي أنعمها؟ في عندي أداة اللي هي اسمها البلور، بضغط عليها بختار البلور تول وببلش أنعم. لاحظوا معي كل ما تحركت أكتر على المنطقة تنعم أكتر، شايفين بواحد اللون، شايفين شو بصير معي، بطل في عندي مسامات. فاجأة هاي المنطقة كمان بنعمها، ممكن أنعمها، لاحظوا معي كيف بتتنعم. وبكمل هاي المنطقة كمان، في كمان أداة اسمها، أنا عندي أداة التنعيم وفي كمان أداة عكس التنعيم اللي هي الشاربينج تول، هاي بتعطي حدة للمنطقة اللي أنت بتشتغل عليها، يعني هاي منيحة مثلا إذا بدنا إحنا نعطي حدة للملامح مثلا زي رموش هان، ممكن أنا أضحلها بطريقة أقوى، شايفين؟ وهي كمان حد العين، هاي حد العين من الأسفل مثلاً. لاحظوا كيف هاي بتختلف عن هاي. هلا خلينا نجرب على هاي المنطقة، هلا في عندي الأداة البلور زي ما حكينا بتنعم البشرة، بس في عندي طريقة أسرع وأسهل، بدل ما أنعم كل البشرة وتاخذ مني بشرة الوجه وتاخذ مني وقت طويل، أنا ممكن أروح على فلتر وأروح على بلور وأختار السمارت بلور، تنعيم ذكي سمارت بلور، ولاحظوا معايا هيعطاني معاينة كيف الصورة بدها تكون بعد اختيار هذا التأثير. طبعا اذا انا بدي اظهر الصورة ككل هيك قدامي يعني بصغر بشوف كيف الصورة. هسا اذا انا بدي ازيد التنعيم بلعب هذول الخيارات، لو زدت هيك شوي بشوف الصورة الناتجة، نزيد هاي شوي، لاحظوا هاي ايه، خلينا اخففها هيك كثير التنعيم كان صار، خففها هيك شوي هاي الطريقة، هيك حدة الألوان هيك وخبت خف هيك منيح، وبعمل اوكي. شايفين كيف طبق لي؟ طبعا انا بس واضح ان الصورة التنعيم فيها كثير كثير بزيادة، فخلينا نعمل تراجع وخليني اعاود اعمل سمارت بلور كمان مرة،
هنقعد هنا هيك كويسة. خلينا نعمل اوكي. هيك مقبول، هيك مقبول. طيب انتبهوا معايا، هسا انا في كمان عندي اداة اللي حكينا عنها، إعادة التحجيم، تكبير او تصغير، هي سمارتش تول. بدي انا من خلالها اصغر الانف شوي، فلاحظوا معايا كيف انا ممكن ها اسحبها لجوا هيك. هاي صغرها من هان شوي. هلا ممكن انا كمان ازيد الحدية على الحواجب بس تصير حلو اكتر، فبختار الشاربن تول. هلا خلينا نرجع الصورة لحجمها الطبيعي، نعملها مينيمايز. هلا أنا لفرض بدي أعمل تفتيح للوجه، يعني أعمل برايتنس، إضاءة للوجه، فبدي أضيف طبقة adjustment layer. طبعا طبقة الادجستمنت لاير لازم يكون عندي لوحة اللايرز الطبقات، فعشان انثلها بروح على ويندو لايرز، وفي عندي هاي الادجستمنت لاير، وبختار برايتنس اند كونتراست، وبعمل اضاءة مناسبة للوجه زي هيك مثلا. شوف الكونتراست، هيك كويس، يعني الصورة هيك بتبين. الإضاءة بزيدها شوي، اوكي هاي الإضاءة بزيدها كمان، هاي الإضاءة هيك للوجه. طيب هلا بعتمد هذا الكلام. هسا انا بدي اشيل الاضاءة اللي حطيتها عن الشعر وعن العين، بس يكون تركيزها وين؟ في البشرة، وعن الفم والايدي. فبروح على الماسك وبعمل كليك على الماسك، وبختار الفرشاة، وبختار لون يكون غير الابيض، في عندي السكني، اوكي مقبول. وببلش شوي شوي، طبعا بدي انبه ان الفرشاة حجمها صغير، الفرشاة اللي عندي هنا السايز تاعها قليل، خليني اصغرها شوي. طيب وببلش ارسم في الاماكن اللي بدي اشيل تأثير الاضاءة عنها، مثلا بدي انا الحواجب تظهر بطريقة اوضح هيك، هيها وبدي الشعر كمان اشيل تأثير الإضاءة عنه، فبرسم على الشعر وكمان الأيدي
تشيل التأثير الخاص بالأدجستمنت بلاير. أنا هيك شلت تأثير الإضاءة عن كل الصورة وخليت بس بشرة الوجه. طبعا كمان بدي أشيل الإضاءة عن الفم مثلا، خليه يبرص أكتر، بدي أنبه طبعا. كمان بدي أبرز العينين بإشالة الإضاءة عنها. كمان هاي وهيك، أنا بتوقع الصورة صارت كويسة. خلينا نقارنها مع الصورة قبل التعديلات. فنفتح الصورة الأصلية، بدي أفتحها، بعمل open. هاي الصورة الأصلية وهاي الصورة بعد التعديل وهاي الصورة الأصلية. خلينا نعرضهن على نفس الشاشة. فبروح على الويندو وبروح أرينج وبحط تايل، يعني تجانب بس عمودي، أملي تايل فيرتيكالي. ولاحظوا هاي الصورة، هاي الصورة بعد التعديل وهاي الصورة قبل التعديل. لاحظوا فرق شاسع، يعني واضح ان هاي الصورة اكثر نقاوة صفاء، ما فيها عيوب، طلعوا على مثلا شكل الفم، تم التعديل عليه، صار افضل كمنظر، وكمان المنخور صار اصغر عندي شوية. وهيك أنا هاي الصورة بعملها تخزين كصورة من نوع PNG، فبعملها Save As، Save on your computer، وبختار من نوع بسميها Final مثلا Pick، وبختار PNG. وبعمل سيف. وهيك انهينا محاضرة اليوم، ويعطيكم ألف ألف عافية.